اعرفه بنفسي الاول يا جماعه، دكتور خالد ابو فضل استاذ مساعد فيسيولوجي، ان شاء الله اول لقاء لنا مع بعض النهارده. فدايما سواء المحاضرات اللي معاكم بكره ان شاء الله، اذا كان لنا اليوم ليا محاضرتين معاكم بكره ان شاء الله وبعده، فليا نظام في المحاضرات او في اي شغل انا بشتغله. خلاص حاول تبقى مذاكرتك منظمه، قرايتك منظمه، تركيزك منظم، هتلاقي نفسك الدنيا ماشيه كويسه. تلخبط الدنيا مش هتستفيد حاجه وتتوه نفسك. فانا ليا نظام في المحاضرات، هتلاقي اول سلايد العنوان زي ما هو واضح، ولينك لايه للحاجات اللي محطوط عليها الداتا بتاعتك الفسيولوجي، سواء فيديوهات او داتا شو او ملف بديف او اي حاجه، تلاقي الفسيولوجي مشروع كله، سواء على حاجه اسمها اليوتيوب تشانل دكتور خالد ايه ابو الفضل تشانل، او على السوق فسيولوجي جوب على الفيسبوك، او على الايه تليجرام برضه سوق فسيولوجي جوب. فاول صفحه هتلاقينا حاطط لك التايتل والايه المواقع اللي بتاعتي اللي انت كفسيولوجي عايز تدخل تحاول تستفيد عليها لو حبيت حاجه ترجع. بعد كده بدخل على حاجه اسمها انتروداكتوري كيس، يعني حاله من خلالها اشوف انا عايز استفاد ايه النهارده. ثم ايه الاهداف بتاعتي؟ ايه عناصر الدرس زي ما كنتوا بتاخدوه في ابتدائي واعدادي وثانوي؟ ايه عناصر الدرس او عناصر الموضوع؟ ثم نبدا في الشرح، وفي الاخر بعمل سمري وايه؟ وبعض نماذج الاسئله ام اس كيو ممكن اتسالها. وفي الاخر نعمل ديسكشن للحاله اللي انا حطيتها في الاول. يعني مناقشه للحاله اللي انا حاطها، اشوف انا فهمت ولا ما فهمتش؟ ولا احنا قاعدين نرجع كلامه خلاص؟ انت داخل كليه الطب كان في دماغك انك من اول يوم في الكليه هيفتحوا لك اوضه العمليات، تروح تعمل زايده العيان، تعمل تونسل في دماغك كده، والناس يا ما هنا يا ما هناك، الدكتور راح الدكتور جاي. فوجئت انك جاي مطلوب منك تذاكر ده وتحفظ ده، صح؟ كلام كله ايه؟ نظر. فاحنا عايزين نربط الكلام النظري بارض الواقع، ليه احنا بنشرح الحاجه الفلانيه؟ ليه موضوع زي النهارده اللي هو حاجه اسمها سيجنال ترانسدكشن او سيل سيجنالينج؟ يبقى لازم افهمه وافهم علاقته بارض الواقع ايه؟ انا دكتور، دكتور يعني بقابل امراض، صح ولا لا؟ يبقى اربط اللي انا هدرسه بالخلل اللي ممكن يحصل لو حصل تغير في الطبيعه. انا فيسيولوجي يعني الساينس اوف هاو اند واي، فيسيولوجيكال كونديشن يعني نورمال كونديشن. علشان دايما اعرف الاب نورمال لازم افهم النورمال الاول، صح ولا لا؟ عشان افهم الحاجه ديت المرض ده سببه ايه؟ انا لازم اعرف النورمال فانكشن عندي الاول. وفي الاخر هتلاقيني عامل لك سلايد للريفرنس. كلام كويس. طيب يبقى هبدا بقى يا جماعه، عنوان النهارده عنوان حاجه اسمها فيسيولوجي اوف سيجنال ترانسدكشن او سيل سيجنالينج. سيل سيجنالينج كلام كويس قوي. زي ما قلت اول حاجه عندي انتروداكتوري كيس، الحاله بتاعتي بتقول ايه وركز معايا. اسيرت 3 يير اولد ميل، واحد عنده 33 سنه. عشان نبقى عارفين نمط المحاضره النهارده ان شاء الله، احنا هنشرح في الاول مثلا وليكن 50 دقيقة، ناخد بريك كده راحة 10 دقايق ولا حاجة نريح، وبعدين نكمل الجزء الثاني. خلاص؟ فنقسم كلامنا جزئين. فالحالة بتاعتنا بتقول إيه؟ A 33 year old male، واحد عنده 33 سنة. ها؟ ماشي؟ أوبيز، يعني سن عنده في سنين البادي ويت بتاعه كبير. بيشتكي من إيه؟ من الأعراض الآتية. بوليوريا، يعني بيروح الحمام كتير. يقول لك انا على طول ما بخرجش من الحمام بالذات بالليل، بروح الحمام كتير قوي. بوليديبسيا، بعطش كتير، عايز اشرب كتير. بوليفيجيا، ما بقومش من على الاكل، عايز اكل، عايز اكل على طول، حاسس ان انا جعان. يبقى واحد عنده 33 سنه بيعاني من سمنه، عنده بولي ايه؟ يوريا، بيروح الحمام كتير. بوليديبسيا، بيشرب كتير. بوليفيجيا، بياكل كتير. انت كدكتور جالك وقال لك الاعراض دي، ايه رايك؟ هتقوم قايل له خد هات الدواء ده بسرعه ولا هتعمل ايه؟ عايز تشوف ايه المشكله، فانت بتفحصه، هو قال لك على اعراض، محتاج تاكد ايه المشكله، يبقى انت محتاج تقول له والله روح اعمل لي التحليل الفلاني، صح ولا لا؟ فانت كدكتور طلبت تحاليل صوره دم، وطلبت حاجات في الدم، قلت له انا عايز اشوف الجلوكوز في الدم والانسولين في الدم. اصل ان حاله فيها كوما، واحد
بيروح الحمام كتير، بيقول فحتى اللي مالوش في الطب مالوش في الطب راح يقول له ايه؟ يا اخي ما تروح تحلل انت عندك سكر. صح ولا لا؟ يبقى لوجيكالي هتروح تحلل ايه؟ سكر في الدم. فحلل السكر في الدم اللي هو الجلوكوز والانسولين لقاهم ايه؟ الاثنين عاليين. فالدكتور قال له انت عندك مرض البول السكري نتيجه ان في مشكله في الانسولين ريسبتورز. حاجه اسمها انسولين ريزيستنس دايابيتس. الحاله تاني باختصار عشان ادخل منها للموضوع بتاع النهارده. وهنناقشها في الاخر واشوف احنا فهمنا ولا ما فهمناش. واحد عنده 33 سنه اوبيز سنه. عنده ايه؟ يعني خد دلوقتي لان فاضل ثلاث دقائق اللي يجي دول ورقة ولا ما كتبش اسمه يا جماعه. بيعاني من بوليوريا، بوليديبسيا، بوليفيشيا. ثم زاد البلاد جلوكوز والبلاد انسولين والدكتور شخصها بعد ما شاف التحاليل ان عنده انسولين ريزيستنس دايابيتس. يعني في مشكله في استجابه حاجه اسمها ريسبتورز المستقبلات لايه؟ للانسولين. زي بالظبط؟ تخيلوا ان الحيطه دي مصمطه ومالها ما بتعديش صوت والباب بتاعها من النوعيه دي، قفلنا الباب القاعه وحد جه من بره ما فيش جرس ولا حاجه. حد جه من بره قاعد يصرخ او ينده او يخبط على الباب والباب مصمم ان ما ينفذش صوت حتى لو خبطت عليه. حد هيعبره؟ لو حد جه وقف قدام الباب في دوت من بعيد وجي تاني يوم قال لك انا زعلان منك، قلت له ليه؟ فقال لك انا بقى انا جيت وقفت قدام الباب مده وما عبرتنيش. ليه؟ لا طب انت ايه دخلت عليا؟ يقول لك لا. طب انت خبطت على الباب؟ لا. طب انت قلت لحد نادي الدكتور فلان؟ لا. طب امال ازاي انت جيت وقفت؟ قال له ليه جيت وقفت قدام باب القاعه بمسافه وقلت انك هتخرج، طب اخرج ازاي اذا كنت انا ما سمعتكش وما شفتكش وانت ما دخلتش جيت سالت عني؟ يعني بمعنى اخر علشان حد يجي دلوقتي زي ما كل اللي بيدخلوا دلوقتي مش لازم يدخلوا من خلال الباب؟ بعتبر الباب وكانه مستقبل ريسبتور من خلال الشخص هيدخل. صح؟ لو ما فيش الباب او احنا جينا قفلنا الباب بقى وقلنا خلاص احنا بدانا الساعه كذا يعني كذا ما حدش يدخل. لو جه قعد يخبط او يهاتي او يندى حد يعبره مش هيعرف يدخل. فنفس الكلام الشخص ده هو عنده مشكله في الباب اللي هيدخل لي الجلوكوز ماشي وهيستفاد من الانسولين في حاجه اسمها انسولين ريزيست. انا عايز افهم الموضوع ده النهارده. يعني ايه ريسبتور؟ يعني ايه ريزيستنس؟ يعني ايه اصلا حاجه اسمها سيجنال ترانزاكشن؟ يعني على سبيل المثال انا بكلمكم انا شخص واقف قدامه بطلع صوت صح؟ الصوت بيمشي في الهواء قدامكم بيوصل لكم بيوصل لفين؟ لودانك صح؟ بتسمع الصوت بيحصل تغيرات معينه فانت تفهم او تسمع كلامي الاول وبعدين تفهمه. لو بفرض ان واحد حاطط ايديه على ودانه قافلها هيسمع حاجه؟ هيستجيب لحاجه بقولها؟ طبعا لا. لو انا واقف قدامكم وما بتكلمش هل هتسمع حاجه؟ مش هتسمع. يبقى دي زي بالظبط حاجه اسمها سيجنال ترانزاكشن. ازاي ومضه او صوت او تغير يحصل من شيء لشيء تاني من شخص لشخص؟ يبقى لازم انا الاول احدث تغيير اطلع حاجه سواء صوت زي ما بتكلم اهو والصوت ده ينتقل يوصل لمستقبل معين عندك. انت بتسمع كلامي بايه؟ بودانك ولا بمناخيرك ولا برجليك ولا بايديك؟ بودانك. بتسمعه ليه بودانك؟ لان في مستقبل في ودانك حاجه اسمها ريسبتور. هتسمع الصوت هيحصل تغيرات في جسمك فتفهم ان ده صوت. صح ولا لا يا جماعه؟ يبقى دي معناها فكره ايه؟ موضوع النهارده اللي هي حاجه اسمها سيجنال ترانسدكشن او سيل سيجنالينج. دي الحاله. طيب الاهداف زي ما قلت اول حاجه كان عندي العنوان بعد كده الانترودكتوري كيس ثم الانتندد ليرنينج اوت كام او بقول عليه الليرنينج اوبجيكتيف. ايه الليرنينج اوبجيكتيف؟ في نهايه المحاضره ديت المفروض اكون عارف النقط الاتيه اساسيه. اي نقطه منهم كنت بتتسال شورت ايه سؤال قصير سؤال صغير تكتبه خلاص. اول حاجه ديسكرايب يعني اوصف سيجنال ترانسدكشن او حاجه اسمها سيل سيجنال. يبقى انا عايز اعرفها هي ايه اصلا. تاني حاجه ديسكاس يعني ناقش
سيجنالينج باس واي. هنفهم يعني ايه حالا سيجنالينج باس واي. ديفاين حاجه اسمها ليبيد رافتس. يعني ايه ديفاين؟ يعني اعرف. ديفاين ليبيد رافتس، هنفهم حالا يعني ايه ليبيد رافتس. رافتس. واخيرا منشن تايبس اوف ريسبتور. منشن يعني اذكر. تايبس يعني انواع، قول لي انواع الريسبتورز اللي ليها المستقبلات ايه. في نهايه المحاضره في الاخر هعمل لك حاجه اسمها سامري، واشوف هل انت استفدت سمعت الحاجات دي وفهمتها ولا ما فهمتهاش. هبدا باول حاجه عندي سيجنال ترانسدكشن. ركز معايا، دايما اول حاجه اسالها لنفسي في اي حاجه جديده ديفينيشن. ما اقول لك ان احنا النهارده عندنا محاضره فيسيولوجي، عندنا معمل فيسيولوجي، عندنا مثلا سمول جروب تيتشنج فيسيولوجي، يبقى لازم تسال نفسك ايه هو، ايه هو الفيسيولوجي؟ اول حاجه الاول، صح ولا لا؟ حد يقدر يقول لي يعني ايه فيسيولوجي؟ ها؟ يعني ايه فيسيولوجي؟ ها؟ علم وظائف الاعضاء. لا مش عايز حد يعرفها بالعربي، وعرف الماء بعد الجهد بالوتر. يعني قاعد بتقول يعني ايه ميه يا ابني؟ قعدت مش نفسك بتفكر ولا قلت له يعني ايه؟ ووتر يا دكتور. دي مش ترجمه. فيسيولوجي ساينس ذات ستادي اي حاجه لها علاقه بهاو اند واي فانكشن. تو ستادي بادي فانكشن، ذا نورمال بادي فانكشن. فلما اجي اقول لك انا بتكلم النهارده على سيجنالينج، يبقى انا عايز او سيجنال ترانسدكشن اول حاجه اسالها لنفسي ديفينيشن. ديفينيشن هي عباره عن ايه؟ سواء المصطلح اللي بقول عليه سيل سيجنال هي اياه او سيجنال ترانسدكشن، الاثنين نفس الاسم. قال لك هي عباره عن ايه؟ سيل سيجنالينج او سيجنال ترانسدكشن. It is the process by which cell function is regulated by various internal and external stimuli. يعني ايه الكلام ده؟ ركز معايا، ركزوا معايا كده يا جماعه. لو انا قلت لك ان انا عندي سيل اهي. سيل. السيل دي سميتها سيل رقم واحد. خلاص؟ وعندي سيل تانية اهي. دي سيل رقم اتنين. الاتنين ما همش نفس السيلز. دي خلية في مكان في الجسم ودي خلية في مكان تاني في الجسم. خلاص؟ على سبيل المثال هديك مثال. تعرفوا جزر لانجهانز لما كنا ناخدها زمان في الاحياء؟ صح؟ كان في خلايا ايه؟ الفا وخلايا بيتا. فانا لو قلت لك ان سيل واحد ديت خلايا الفا اللي في البنكرياس، وقلت لك خليه اثنين هي خليه بيتا اللي في البنكرياس من ايام ثانوي، كنا بنقول خلايا الفا دي بتطلع هرمون اسمه ايه؟ جلوكاجون، شطاه. وكلام خليه بيتا دي من كلام ثانوي برضه بتطلع حاجه اسمها الايه؟ الانسولين. هطبق السيل سيجنالينج او السيجنال ترانسدكشن على علاقه التو سيلز دول ببعض. انت عندك الالفا بتطلع الجلوكاجون والبيتا بتطلع الانسولين. قال لك خلي بالك الجلوكاجون ده ايه اللي بيطلعه؟ ان يكون الجلوكوز في الدم قليل، صح؟ فبيطلع علشان يحاول يظبط الجلوكوز. طيب هو طلع اهوت الجلوكوز دهوت هيزود الجلوكاجون ده هيزود البلد جلوكوز في الدم زي ما هناخد وزي ما خدته في الاحياء. الجلوكاجون من اسمه بيشتغل على الجلوكوز، واخد مقطع جلوكا، هيزود البلد جلوكوز. خلاص اخر واحد يكتب اسمه يا جماعه وبعدين هنعمل الزواج. فين الورقه يا جماعه؟ حد ما كتبش اسمه في الورقه؟ اللي ما كتبش اسمه يعلم على اسمه على طول يا جماعه. ادوها للي وراه، اللي يعلم دي اللي وراه. ركزوا يا جماعه. فانت عندك الجلوكاجون هيرفع البلاند جلوكوز. طب الجلوكاجون طلع، شوفوا العظمه بتاعت ربنا، ركز معايا يا ابني. الجلوكاجون طلع هيدا انه يرفع البلاند جلوكوز لما لا نهايه؟ ها؟ ايه رايكم؟ اسمك ايه؟ سارة؟ إسراء. إسراء عطش هتروح تشرب، هتدنها تشرب وتتبع في ميه ما لا نهايه، ولا عند ليميت معين هتحس انها شبعت؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه حست انها شبعت؟ الجلوكاجون طلع
هيقعد يزود البلاك جلوكوز لما لا نهايه؟ لا، في ليميت. شوف العظمه بتاعت ربنا. الجلوكاجون بيعمل حاجتين، هيشتغل على انه يزود البلاك جلوكوز زي ما ناخد التفصيل بعدين، وفي نفس الوقت هذا الجلوكاجون يقوم رايح شغال على الخليه اللي في ريحه ده اللي هي البيتا سيل. فالبيتا سيل هتقوم مطلعه لي الانسولين. طب الانسولين ده وظيفته بيعمل ايه؟ بيقلل البلاد جلوكوز. يبقى هو نفسه هيحاول يرفع البلاد جلوكوز، بس علشان اعمل له ليميت معين وما خلوش يعلى ما لا نهايه، هو نفسه بيستثير الخليه اللي في ريحه اللي هي حاجه اسمها البيتا سيل عشان تطلع لي الانسولين، فيقلل لي البلاد جلوكوز. مش هيقلله اقل من الطبيعي، ده هيحاول يحافظ عليه انه في الرينج بتاعي. يعني ان الكلام ده هو، وهشرح الكلام ده اثناء شرح ثاني، واضح ان الخليه 2 اللي هي البيتا اتاثرت بالخليه الثانيه اللي هي الف، اللي هي الفا. الفا طلعت ماده، الماده دي اثرت على الخليه الثانيه. العمليه دي كلها اسمها سيجنال ترانسدكشن. سيجنالينج سيل، خليه بتطلع اشاره او بتطلع واندا او بتطلع كيميكال. الخليه الاولانيه اللي انا بقول عليها الفا سيل، بقول عليها ايه؟ سيجنالينج سيل. السيجنالينج سيل ده ايه؟ طلعت كيميكال اتقال عليه حاجه اسمها ليجند زي ما نقول حالا. ده اكسترا سيلر ستيميليتور. هذا الليجند راح اشتغل على خليه ثانيه. كانت علمنا اسميناها في الورقه يا جماعه. فين الورقه يا جماعه؟ طيب اللي دخل بقى الله يكرمك من اول في اسم اللي يجي من بعدها في الورقه ده يا جماعه اللي يدخل يكتب اسمه في الورقه دي، اكتب اسمه في الورقه دي يلا. دعاء قلم يا جماعه او لو ما فيش قلم نركز يا جماعه. يبقى انا عندي في سيل طلعت كيميكال، ركزوا يا جماعه الورقه يا جماعه خلصوا عشان تجيبوها لي. ها من اول زميلكم اللي هيجي يكتب اسمه في الورقه دي، خلصوا يا جماعه وهاتوا لي الورقه هنا. يبقى في الفا سيل طلعت كيميكال بقول عليه ليجند، هذا الليجند اثر على خليه ثانيه واثر على الفانكشن بتاعتها، خلاها طلعت لي هرمون ثاني مثلا. يبقى لو طبقت كلام الديفينيشن ده اهو على اللي حصل هنا، بقول ان ات از ذا بروسس باي ويتش سيل فانكشن اللي هي دي اللي هي بيتا سيل. ركزوا يا جماعه اديله الورقه اكتب اسمه يا جماعه، هاتوا لي الورقه دي أكيد. الورقه اللي اداها له بقى تعالى يا بنتي في كرسي هنا، واحده تقعد هنا في كرسي. اللي يدخل يا جماعه اللي انت قاعد عندك كده بيدخل يديله الورقه دي يكتب اسمه ماشي. ها يبقى تاني بصوا يا جماعه عشان نفهم الديفينيشن. الموضوع النهارده ريزل جدا جدا لو ما تفهمش، وتافه جدا جدا لو تفهم، فالله يكرمك ركز. اطبق التعريف دوت على اللي انا قلته. يبقى بقول سيل سيجنالينج او سيجنال ترانسدكشن ات از بروسس، هي العمليه باي ويتش ايه؟ سيل فانكشن وظيفه الخليه اللي هي بيتا ده از ريجوليتد، يعني نظمه از ريجوليتد باي فيريس انترنال اند اكسترنال ستيمولس. هنا كان اكسترنال ستيمولس، لكن اوقات ممكن يبقى الاستيمولس منها هي ذاتها. خلاص؟ يبقى السيجنال ترانسدكشن من كلامنا هو ات از بروسس باي ويتش سيل فانكشن از ريجوليتد باي اكسترنال اور انترنال ستيمولس يقول عليه ليجنز. كلام كويس. يبقى ده اول حاجه عندي ديفينيشن. هنركز النهارده على الاكسترا سيلولار ليجنز او الاكسترا سيلولار مولكيول اللي هم بيعملوا موديوليشن زي مين؟ زي ما قلنا الجلوكاجون ده جاي من بره الخليه. فاكسترا سيلولار سيجنالينج مولكيولز او الليجنز اعرفوا الاسامي عشان حاطط لكم نمط انسوا في الاخر. خلاص؟ عايز اعرف حاجتين مهمين جدا. الاكسترا سيلولار سيجنالينج مولكيولز او الليجند عايز اعرف التايبس بتاعتهم، عايز اعرف الفانكشن بتاعتهم، الماده اللي ممكن تطلع من خليه عشان تاثر على خليه ثانيه ممكن تكون طبيعتها ايه، ممكن تكون امين زي حاجه اسمها ابينفرين اللي هو الادرينالين الاستراكشر بتاعه امايز، ممكن تكون بيبتايدز. عارفين يعني ايه بيبتايد؟
امينو اسيد مع اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد ماسكين في بعض بيبتيد بوند اقل من 75 بقول عليهم بوليبيبتايد. اقل من كده بقول عليهم بيبتايد، كذا امينو اسيد ماسك في بعض. بيبتايد زي حاجه اسمها انتي دايوريتيك هرمون، ده هرمون هنسمع عنه بعد كده في والفانكشن بتاعته ايه في الووتر ريجوليشن سيلولار ريجوليشن زي ما هنفهم. تالت حاجه عندي خلي بالك ما تخش الجزء. تالت حاجه عندي بروتين، بس يبتدي يشرب ورق بروتين. عارفين يعني ايه بروتين يا جماعه؟ يعني امينو اسيد مع امينو اسيد مع امينو اسيد، بوليبيبتيد مع بوليبيبتيد مع بوليبيبتيد. المهم عدد الامينو اسيد ازيد من 75 امينو اسيد، ده يبقى اقول عليه بروتين النتش. زي هرمون اسمه جروث هرمون اللي هو هرمون النمو. خلاص. استيرويد زي حاجه اسمها الدوستيرون. استيرويد يعني ايه؟ المنشا بتاعه ايه؟ كوليسترول، صح؟ اللي بدايه تصنيعه كوليسترول، يبقى استيرويد زي الالدوستيرون. سمول مولكيولز زي ايونز زي الجاز. خلاص. انواع الايه؟ الليجنز او الاكسترا سيلولار سيجنال مولكيولز غايه في الاهميه. تاني في امين، في بيبتيد، في بروتينز، في ستيرويدز، في سمول مولكيولز. واحنا بناخد في الاستراكشر وسيل ميمبرين، مش كنا بنقول علشان حاجه تعدي من خلال السيل ميمبرين لازم يكون لها مواصفات؟ لو مولكيولز بقول عليه ووتر سوليبل، هل يعدي بسهوله؟ لا. طب لو ليميت سوليبل يعدي بسهولة. يعني على سبيل المثال البروتينز هل هتقدر تعدي؟ يعني في المثال بتاعي ده لو قلت لك ان الجلوكاجون از بروتين النتش، يعني المولوكيول بتاعه كبير، هل هيقدر يعدي السيل ميمبرين بتاع الخلية البيتا سيل؟ لا. بس عايز يشتغل على مستقبل له، يبقى المستقبل لازم يكون موجود فين؟ على السيل ميمبرين. يبقى اما اقول مولوكيول كبير او هيدروفيليك مولوكيول اللي هو ووتر سوليبل، يبقى غالبا هلاقي الريسبتور بتاعه موجود فين؟ على السيل ميمبرين. طب لو مولوكيول تاني ليميت سوليبل، يعني يعدي بسهوله من السيل ميمبرين زي الالدوستيرون، ايه رايكم؟ يبقى الريسبتور بتاعه طبيعي ان هيعدي السيل ميمبرين، يبقى الريسبتور بتاعه ممكن الاقيه فين؟ في السيتوبلازم، ممكن الاقيه في النيوكليوس زي ما هشوف حالا. يبقى تاني التايبس اوف اكسترا سيلولار سيجنالينج مولكيولز او الليجنز، عرفت انها ممكن تكون امينز زي الابينفرين اكزامبل دي تتحفظ، بيبتايد زي الانتي دايوريتيك هرمون، بروتين زي الجروث هرمون، ستيرويد زي الالدوستيرون، سمول مولكيولز از ايونز اند جازز. كلام حلو قوي. فانكشن ايه رايكم؟ انا قلت لك دلوقتي على سبيل المثال، المثال اللي انا كاتبه هنا، ان الالفا سيل طلعت لي جلوكاجون، الجلوكاجون راح اشتغل على الخليه اللي فرحها اللي هي البيتا سيل، خلتها طلعت لي انسولين، يعني اتحكمت في الفانكشن بتاعتها ولا لا؟ يبقى بالتالي الليجنز دول او الاكسترا سيلولار سيجنال مولكيولز وظيفتهم ايه؟ كنترول ايفنتس اوف ذا سيل. يعني ممكن الماده اللي تطلع ده اهي تاثر على نمو الخليه الجروث بتاعها، ممكن تاثر على الديفرنشيشن الخليه بتاعتها الايه عمليه الديفرنشيشن بتاعتها، الفانكشن بتاعتها، الوظيفه بتاعتها، ادابتابيليتي. الخليه زي كائن حي يا جماعه، ايه رايكم لما الجو يكون حر بتعرق صح؟ الجو ساعه تلاقيك بتترقش بتحاول تتاقلم على الجو، فالخليه نفسها زي الكائن الحي، لو اتحطت في وسط زي ما خدنا في ايه قبل كده، لو خليه اتحطت في هايبوتونيك سوليوشن ايه اللي هيحصل لها؟ تتنفخ صح؟ طب اتحطت في هايبرتونيك سوليوشن شيء ده ادابتابيلتي صح؟ يبقى بالتالي الليجند دوت هيأثر على كل ما يخص الخليه سواء جروث ديفرنشيشن فانكشن ادابتابيلتي. يبقى اما اجي اقول لك سيل سيجنالينج او سيجنال ترانسدكشن تبقى عارف الديفينيشن، عارف الاكسترا سيلولار سيجنالينج مولكيولز او بقول عليهم الليجنز، تعرف فيهم التايبس والفانكشن. كلام جميل. طب ركزوا معايا بقى، مودز
اوف سيجنالينج مولكيولز او ليجال ديستريبيوشن او مودز اوف سيجنالينج ميكانيزم اوف سيجنالينج. لو تبصيتوا هنا الفا سيل وبيتا سيل خليتين بجوار بعض في جزر لانجرهانز، صح ولا لا؟ في الايريس اوف لانجرهانز، لكنهم مختلفين عن بعض في التركيب. ماده طلعت من خليه راحت اثرت على الخليه اللي في رحم بطريقه. طب افرضوا بقى، ركزوا، افرضوا ان الالفا سيل طلعت لي الجلوكاجون والجلوكاجون اثر على الخليه نفسها بطريقه. طيب هذا الجلوكاجون بطريقه ثالثه، ممكن هذا الجلوكاجون الخليه تقوم مدخلاه في الدم. دخل في الدم ويوصل لحد الكبد اللي هو الليفر. هل الليفر اللي هو الكبد ده جزء من البنكرياس؟ لا، بعضه منفصل تماما. يعني معناها ان الكيميكال طلع من اورجان واتنقل لاورجان تاني بعيد من خلال انه مشي في الدم. دي طريقه للسيجنالينج، صح؟ زي ايه؟ انا بكلمكم لو القاعه كبيره همسك مايك، طب القاعه صغيره اديني قاعد اتكلم بصوت عالي. طب عايز اقول لزميلكم او زميلكم كلمه سر، هروح فرحها كده واشوش، يبقى طريقه السيجنالينج اختلفت، صح ولا لا؟ فده انا بقول لكم مودز اوف سيجنالينج مولكيولز او ليجند ديستريبيوشن معناها المودز اوف سيجنالينج بتتم ازاي؟ طرق التواصل دي. زمان كان عايزين نبعت رساله لحد من حد لحد، كان حد بياخدها على فرس ايام وشهور لحد ما يوصل الرساله. بعد شويه بقت بالايه؟ بالبوسطه، بالميل، بالبريد العادي. بعد شويه بقى في ايه؟ ها؟ تليفونات. بعد شويه بقى في نت، صح ولا لا؟ دي وسائل اتصال تطورت. فالسير سيجنالنج يتم ازاي؟ قال لك ممكن الخليه تطلع ماده وتاثر على نفسها، فبقول عليها حاجه اسمها اوتوكراين سيجنالنج. سيجنالنج يعني وسيله اتصال. اتصلت ازاي؟ اوتو يعني ذاتي، كراين يعني خليه، يبقى اوتو كراين سيجنالنج. ادي خليه اهي، بصوا الصوره اهي، ادي خليه طلعت كيميكال، الكيميكال اهو، الكيميكال راح اثر على نفس الخليه، فاقول عليها اوتو كراين سيجنالنج. يبقى السيلز سيكريت ذا فاكتور ذي ريسبوند تو، يعني الخليه بتطلع حاجه تحفز نفسها. واحد معقد ان هو قصير، فراح لدكتور نفساني، قال له ايه؟ قال له اعمل ايه؟ قال له بص انا عايزك كل يوم تقف قدام المرايه وتقول ايه؟ انا مش قصير ازع، انا طويل وهبه. انا مش قصير ازع، انا طويل وهبه، كل يوم كده. لحد ما اقتنع ان هو ايه؟ طويل وهبه. ده بيحاول يطور من نفسه، شغال على نفسه. اوتو كراين، صح ولا لا؟ يبقى دي بقول عليها ايه؟ اوتو كراين سيجنالينج. بارا كراين سيجنالينج زي الواضح عندي هنا، خلي بالكوا نقطة مهمة أقولها نركز فيها، وحاطط لكم نمط أسئلة ام اس كيو في الآخر. بارا يعني بجوار أو حول، كراين جلان يعني اللي حول الجلان ده أو اللي قريب من الجلان. أسيل بروديوسنج أسيجنالينج فاكتور، أهو الخلية ألفا طلعت لي جلوكاجون سيجنالينج فاكتور ليجان. هذا الفاكتور acts on adjacent cells that also express the appropriate receptor. بس نقطة مهمة جدا حطها في دماغك، علشان أقول بارا كراين سيجنالينج لازم يكون في خليتين في ريح بعض، الاثنين لازم يكونوا مختلفين عن بعض. زي ما هو واضح، خلية بتطلع لي جلوكاجون وخلية بتطلع لي انسولين، يبقى خليتين متجاورتين مختلفتان في الاستراكشر والفانكشن. خليه تطلع ماده تاثر على الثانيه، دي اقول عليها ايه؟ بارا كراين سيجنالينج. اهي ادي السيجنالينج سيل اللي هتطلع الواندا بتاعتها او الكيميكال بتاعها. الكيميكال ده ياثر على التارجت سيل، كلمه تارجت سيل يعني الخليه المستهدفه. اما اجي اقول لك انا دلوقتي انا السيجنالينج استراكشر، انا اللي بطلع المعلومه. التارجت بتاعي طلبه. يعني انا لو هشرح المحاضره ديت لطالب اندر جراديويت زيكم، غير ما اشرحها لطالب ماستر اللي هو رساله اللي هو ماجستير، غير الدكتوراه، نفس الايه؟
نفس السلايدز. فنفس الكلام اهو، انا عندي كيميكال طلع من سيجنالينج سيل راح اثر على نيبرنج سيل اللي بقول على التارجت سيل، الاثنين لازم يكونوا مختلفين عن بعض. دي بقول عليها باور كراين سيجنالينج. طب ركزوا عشان حطيت لكم سؤال نمط ام سي كيو ممكن ينضحك عليكم في الامتحان. يقول لك ايه؟ اسيل producing a signaling factor that affect another cell of same type. اقول عليها ايه؟ هل هي اوتوكراين ولا باراكراين؟ اوتوكراين. يعني لو تخيلنا ان الالفا سيل طلعت كيميكال وليكن جلوكاجون، هذا الجلوكاجون اشتغل على خليه مجاوره لها هي الفا سيل برضه علشان يزود الجلوكاجون، يبقى دي بنقول عليها باراكراين ولا اوتوكراين؟ اوتوكراين. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. تالت حاجه عندي المثال اللي اديتهولك، قلت لك طب السيل الفا سيل طلعت لي جلوكاجون دخل في الدم سافر راح لحد الليفر اللي هو الكبد علشان ياثر على السينثيسيس اوف بلاد جلوكوز. يعني خليه في اورجن اثرت على خليه في اورجن تاني خالص، والكيميكال اللي طلع دخل في الدم. في الحاله دي بقول عليها ايه؟ اندوكراين سيجنالينج. ويبقى عندكم موديول اللي يعيش في سنه ثالثه ان شاء الله اسمه اندوكراين موديول اللي هو بتاع الغدد الصماء. غده بتطلع سكريشن بيدخل في الدم مباشره. يبقى هرمونز تارجت سيل اواي فروم ذا سيل ذات بروديوس ذا هرمون. And the hormones are carried by the blood. بمعنى ركز معايا. عند السيجنالينج سيل اهي الخليه طلعت كيميكال. هذا الكيميكال دخل في الدم مباشره. بعد ما دخل في الدم سافر لاورجن تاني اللي بقول عليه تارجت سيل، خليه في تارجت سيل بعيد عشان تؤفكت الفانكشن بتاعته. يبقى ده بقول عليها ايه؟ اندوكراين سيجنالينج. لو بصيت على الصوره دي نفس الكلام، ادي الاوتوكراين خليه اهي طلعت كيميكال، الكيميكال اثر على نفس الخليه ذاتيه اوتو. باراكراين خليه طلعت كيميكال اثرت على نيبرنج سيل مختلفه مش زي بعض. الاندوكراين عندي سيجنالينج سيل طلعت لي كيميكال دخل في الدم سافر علشان يروح لخليه ثانيه بعيده خالص. دول عليها ايه؟ اندوكراين سيجنالينج. ركزوا. اخر نوع من السيجنالينج نيورو كراين سيجنالينج. نيورو يعني له علاقه بالاعصاب. كراين يعني زي جلان او ميثود اوف سيجنالينج. نيورو كراين سيجنالينج يعني ايه؟ لما نيجي ناخد الاستراكشر بتاع حاجه اسمها النيورون اللي هي الخليه العصبيه. نلاقيها بالشكل ده كده، ركز معايا. بصوا يا جماعه، عندي خليه عصبيه اذا ما نبقى ناخدها ونعرف التركيبه بتاعتها. او زي ما خدتوها انتوا في الاحياء زمان. ادى الايه؟ السومة او البادي بتاع الخلية، وادى السيل بروسيس طويلة اسمه الاكسون، وادى السيل بروسيس صغيرة اسمها الدندرايت. الواندا العصبية بتتحرك منين؟ من اتجاه الدندرايت للسومة اللي هي السيل بادي، ثم للاكسون، ثم للاذر نيرون. لو دي نيرون، النيرون التانية هتلاقيها جاية كده في ريح الايه؟ التيرمينال بارت بتاع الاكسون، وبدأت نيرون تانية بالشكل ده. فالوامضة العصبية تنتقل من نيرون من خلية عصبية للخلية اللي في ريحها ايه؟ مكان التقاهم ده، يعني أنا دلوقتي عندي نهاية النيرون أهي كبرتها أهي، بداية النيرون التانية أهي. مكان التقاهم كده في إشارة هتنتقل من خلية واحد للخلية اتنين عن طريق إنه يطلع كيميكال من الخلية واحد ده أهي يروح يأثر على الخلية اتنين. يبقى دي وسيلة للسيجنال ان بدل ما تبقى خليتين عاديتين يكونوا خلايا عصبية. فلو كان الاتصال ما بين خليتين عصبيتين
فرح بعض في الحاله اللي بقول عليها ايه؟ نيوروكراين سيجنالين. يبقى نيوروكراين سيجنالين نيورونز بروديوس كيميكال سيجنالز زي ما هنعرف وهناخد بعد كده حاجه اسمها اسيتايل كولين كوزنج الكتريكال اكسايتيشن ان انذر نيورون. بصوا على الصوره دي كده، ادي عندي نيرون اهي وامضى عصبيه اتحركت من خلالها راحت للنيبرنج نيرون اهي. علشان الوند العصبيه تتحرك، الوند العصبيه ما تتحركش لوحدها ازاي؟ زي ما هناخد بعدين. هلاقي النيرون الاولانيه دي طلعت لي كيميكال اهو، كيميكال ترانسميتر عند مكان التقائهم. الكيميكال ترانسميتر ده هو الماده الكيميائيه دي هتاثر على الخليه الثانيه. يبقى انتقال سيجنال او واندا او كيميكال ياثر من وان نيرون تو انذر نيرون بقول عليها حاجه اسمها نيوروكراين سيجنال. زي ما قلت لكم الليجنز اللي هم الكيميكالز بنقسمهم لحاجتين زي ما قلنا. حاجه هيدروفيليك او بقول عليها لايبوفوبيك. فاهمينها؟ وحاجه هيدروفوبيك او بقول عليها لايبوفيليك. اللايبوفينك مالها؟ تقدر تعدي السن ممبرين ولا ما تعديش؟ تعدي. فهلاقي الريسبتور بتاعتها تبقى موجوده فين؟ يا اما في السيتوبلازم يا اما في النيوكلس. طب لو الليجن هيدروفيليك لايبوفوبيك والمولوكيولار ويت بتاعه كبير يبقى مش هيعدي السن ممبرين، يبقى المستقبل بتاعه فين؟ سن ممبرين. واحد ما هوش في الجامعه خالص خلاص مش متعلم وعايز يدخل كليه الطب، مش عايز يدخل يعني يتعلم، لا عايز يدخل من بوابه كليه الطب. فراجل الامن اللي واقف على البوابه يقول له ايه؟ يقول له وريني الكارنيه بتاعك. صح؟ يقول له انا ماليش كارنيه. يقول له مالكش دخول. صح ولا لا؟ طيب ده بقول عليه ده ايه؟ لايبوفوبيك. طب انت كطالب بقى عايز الكارنيه اتفضل، يقول لك ايه؟ اتفضل. انت في الحاله دي لايبو ايه؟ فيلك، تقدر تعدي من خلال هذه البوابه. فنفس الكلام كده. يبقى انا دلوقتي لما قلت السيجنالينج بروسيسز اهي المود اوف سيجنالينج، يبقى انا عندي فيه اوتوكراين، عندي باراكراين، اندوكراين، اند نيورو ايه؟ نيورو كراين. ناخد نفس عميق يا جماعه. يلا. غمض عينيك كده وايدك على جيوبك، ها خد ديب انسبيريشن يعني نفس عميق وطلع بقى ديب فورسد اكسبيريشن بس هادي كده. ها يلا بس ايديك على جيوبك، ايديك على شنطتك، ما احناش محطه مصر. ها يلا ديب انسبيريشن، يلا يا ابني يا حبيبي، ها ديب انسبيريشن بس ما تشفطش اللي قدامك الله يرضى عنك. ها ديب انسبيريشن، ها بعد كده ايه؟ فورسد اكسبيريشن. خلاص نهدى بقى. خلاص الايتم اللي بعد كده او العنصر اللي بعد كده حاجه اسمها سيجنالينج باث واي، السكه بتاعتنا. زي ما بقول انا بتكلم اهو انتوا قاعدين، انا السيجنالينج سيل بطلع صوت اهو، الصوت هينتقل هيوصل لمين؟ للتارجت اللي هم انتم. هيوصل لفين في التارجت؟ لريسبتور يعني بنعم. انا بتكلم اهو طلع صوت، هيوصل لفين؟ لودانكم. ودانكم هلاقي فيها الريسبتور الخاصه بالسمع. طب لو انا قاعد اهو بشرح حد بيتكلم من غير ما اتكلم اللي في ايدي قمت زقله عليه، ده بقى ستيمولاس تاني، بقى سيجنالينج برضك، بس الستيمولاس بتاعي بقى حاجه هتخبط في الشخص هيستقبلها بمستقبل معين على جسمه، حاجه اسمها تاتش ريسبتور، هيحس ان حاجه اتزقلت عليه. صح؟ دي اسمها سيجنالينج باثواي. سكتنا ايه؟ بتبتدي بالسيجنالينج سيل اللي هتطلع لي الكيميكال. يبقى السيجنالينج سيل هي السيلز ذات بروديوس سبيسيفيك تايب اوف سيجنال مولكيول اللي بقول عليها الليجن. تاني حاجه عندي السيجنالينج مولكيولز او الليجنز اللي انا قلت لك ممكن يكونوا هيدروفيلك. شفتوا كررت كلمه هيدروفيلك وهيدروفوبيك ولايبوفيلك الكلام ده ازاي؟ الليجند ممكن تكون هيدروفيليك لارج تونت ديفيوز ثرو ذا ايه؟ ذا ميمبرين زي البروتينز. ممكن تكون هيدرو، ها
دي هيدرو ايه؟ فيلنج، ممكن تكون هيدروفوبيك او لايبو فيلنج. سمول ليس نمبر ديفيوز ثرو ذا ميمبرين، زي الاسترويدز، زي حاجه اسمها النيتريك اوكسايد، زي سيرتن جازز تعدي من السيل ميمبرين. هتلاقي مستقبلات لها موجوده يا اما في السيتوبلازم يا اما في النيوكليوس زي ما اقول. يبقى اول حاجه عندي سيجنالينج سيل، تاني حاجه عندي سيجنال مولوكيولز او الليجنز، ريسبتور. انا قلت ايه؟ لو انا قاعد اتكلم وهاتي واحد حاطط قطنه في ودانه او قافل ودانه كده، هل الليجند اللي طالع مني اللي هو الصوت ده زميلكو هيستقبله؟ اللي هو التارجت سيل او التارجت اورجن او التارجت بيرسون هيستقبله؟ لا، لانه مخبي الريسبتور. وضحت الصوره يا جماعه؟ مخبي المستقبل. يبقى الريسبتور لوكيتد اون، يعني على السيل ميمبرين، او ان ذا تارجت سيل، يعني جوه السيل، جوه السيتوبلازم او في النيوكليس. كان ديستنجويش، بيميز سيجنال مولكيول اند سبيسيفيكالي رياكت تو ات. يعني مثلا اما اجي اقول مثلا على سبيل المثال اروى جمال، انا قلت اروى جمال طلعت ايه؟ ها؟ سيجنالينج امبلس اهي، انا السيجنالينج بيرسون، طلعت سيجنالينج امبلس صح. اللي جنب ايه؟ صوت بالاسم، استقبلاته بالريسبتور موجود في ودانها، المخ ترجمه للاسم، استجابت بانها المت ايه؟ رفع ايديه صح ولا لا؟ ده تسلسل الاحداث. يبقى الريسبتور التارجت سيل هيعمل ايه؟ زميلكوا عملت ايه؟ استقبلت الصوت، اتحول لايه؟ لحاجه تانية فهمتها اللي هو معنى الصوت. يبقى تارجت سيل ترانسفير ذا اكسترا سيلولار سيجنال تو انترا سيلولار اند ذاس كنترول ذا سيل بيهيفير. يعني تاني تكرار بيعلم مين؟ الشطار. انا بتكلم اهوت وقلت اسم زميلكوا، او قلت اسم زميلكوا، لو انا قلت على سبيل المثال احمد محمد علي، انا قلت احمد محمد علي طلعت صوت اهو، الصوت اتنقل في الفراغ في الهواء قدام اهو لحد ما وصل له ودانه، هلاقي ده نقل الصوت من خلالها بطريقه معينه لحد ما وصلنا للاذن الداخليه عنده، المستقبل موجود فيها، استقبل الصوت وحوله لومضة عصبية المخ بيفهمها. يبقى دي تغيرات اهي، الصوت مش هيوصل للمخ كصوت. طب يوصل لايه؟ زي على سبيل المثال واحد واقف بره خبطه، هل الخبطه وصلتني ولا صوت الخبطه؟ هو مجرد حرك ايده على الباب، ما دخلتليش الخبطه دي، دخلني الصوت بتاعها، يعني الباب حول لي خبطه ايده لصوت. فنفس الكلام الريسبتور بيعمل كده، بيغير وان فورم اوف انرجي تو انذر، يعني مثلا صوت اتحول لوندا كهربيه وصلت المخ. يبقى السيجنالينج باثوي لو بصيت على الصوره اللي جايه ديت هتوضح لي السيجنالينج باثوي. هلاقي عباره عن ايه؟ ادي السيجنالينج سيل. السيجنالينج سيل طلعت لي السيجنالينج مولكيولز اللي بقول عليها الليجند. الليجند ده هو هيروح للريسبتور. ممكن يكون على السيل ميمبرين، او ممكن يكون في السيتوبلازم، او ممكن يكون في النيوكلاس. الريسبتور بقى استيميوليتد بالليجند. عملنا ايه؟ ليجند ريسبتور كومبلكس. هيؤدي لايه؟ تغير جوه الخليه، يتقال عليه انترا سيلولار سيجنالينج. وبالتالي هيغير في الوظيفه، زي ما قلت انا ندهت، زميلك كان قاعد ساكت، ندهت بالاسم اتغير السلوك بتاعه، بدل ما كان قاعد يكتب او سرحان او بيعد في النجوم بانه رفع ايده وقال انا فلان. يبقى اتاثرت ولا ما اتاثرتش؟ يبقى اما اجي اقول لك تسلسل الاحداث ده مهم، احط لك نمط ام سي كيو في الاخر. يبقى لازم التسلسل ابقى عارفه، ابتدي بايه؟ سيجنالينج سيل، ثم سيجنالينج بلوكيول او ليجن، ثم ريسبتور، ثم تارجت سيل. هناخد السلايد ديت ونريح. ماشي؟ ناخد السلايد دي وناخد بريك 10 دقايق. حاجه اسمها ستيجز اوف سيجنالينج باثوي. ستيج يعني مرحله او ستيجز مراحل. ستيجز اوف سيجنالينج باثوي. اول محطه حاجه اسمها ريسبشن. يعني ايه؟ انا دلوقتي زي ما قلت في الاول انا عندي خليه بالشكل ده.
بصوا يا جماعه، انا عندي خليه اهي وصل لها سيجنالنج مولوكيول اللي انا بقول عليه الليجن، في خليه ثانيه هنا اللي انا بقول عليها سيجنالنج سيل، السيجنالنج سيل طلعت لي ليجن، الليجن ده لقى فيه ريسبتور على السيل ممبرين اشتغل عليه، يبقى لازم اول مرحله حاجه اسمها ريسبشن، ان انا استقبل مين؟ الضيف اللي جاي لي ده. الضيف اللي هو مين؟ الليجن. يبقى الريسبشن سيجنال مولوكيول بايندز تو ريسبتور اون ذا سيل سيرف اهو. المرحله دي بقول عليها دي الريسبشن. كلام كويس. استقبلنا الاستيمولس على المستقبل بتاعي، الخطوه اللي بعد كده حاجه اسمها ترانسدكشن. ترانسدكشن يعني ايه؟ بايندنج اوف ذا سيجنال مولوكيول اولتر ذا ريسبتور بروتين. ذا سيجنال يوجوال ستارتس ا كاسكيد اوف رياكشن نون از سيجنال ترانسدكشن مصري. يعني ايه؟ ركزوا معايا. يقول لك خلي بالك، انا عندي سيجنالنج سيل طلعت ليجند، الليجند راح مسك في الريسبتور، مجرد ان الليجند ده اهو مسك في الريسبتور بيغير في تركيبه الايه؟ الريسبتور، وممكن يكون في انزيم ماسك فيه يغير في تركيبته ينشطه مثلا. يعني على سبيل المثال في انزيم هنا مثلا مش نشيط اسمه وليكن ادينايل سايكليز، اول ما الليجند يمسك في الريسبتور ينشط لي الادينايل سايكليز ده فيحول لي مثلا الفوسفات لحاجه اسمها السايكليك اي ام بي. فالسايكليك اي ام بي مثلا، طب اديكم مثال، السايكليك اي ام بي وليكن زاد اهو، اما يزيد هينشط سيرتن انزيم، يبقى في انزيم اتنشط، الانزيم اللي اتنشط ده هو هيغير تشينج سيل فانكشن، يخلي الخليه تأدي الوظيفه دي او يعمل انهبيشن للوظيفه دي، يعني ما يخليهاش تشتغل. يبقى اللي حصل جوه الخليه دي بقول عليها انترا سيلولار سيجنالينج، يعني معناها حصل ايه؟ ترانسدكشن. حصل ايه؟ ان بدل ما كان مجرد ليجا اللي مسك في ريسبتور وخلاص، لا تغير في ايه؟ في سيرتن باسوي جوه الخليه علشان يخلي الخليه تبدا تدي ريسبونس. يبقى الترانسدكشن بينشا نتيجه ان الليجن مسك في الريسبتور فيؤدي الى كاسكيد، كاسكيد يعني تسلسل من الاحداث ياثر على الخليه. النتيجه الثالثه بقى او الخطوه الثالثه الريسبونس. زي ما قلت انزيم طلع هيدي ريسبونس بقى. الريسبونس ايه؟ ممكن يزود وظيفه الخليه، ممكن يعمل انهبيشن للخليه، ممكن يزود صناعه بروتين، ممكن يزود يقلل صناعه بروتين وهكذا. يبقى تيرنينج اون جين ممكن يشتغل على سيرتن جين، ممكن يشتغل على الدي ان ايه مثلا، اكتيفيتنج ان انزيم زي ما قلنا ينشط انزيم، ري ارينجنج سايتوسكيلتون وهكذا، يغير في وظيفه الخليه. نبص على الصوره دي كده، ادي ستيجز اوف سيجنالينج باسوي. ريسبشن، يبقى انا عندي اكسترا سيلولا سيجنال مولوكيول اللي بقول عليه الليجن مسك في الريسبتور، دي المرحله اللي بقول عليها ريسبشن. المرحله الثانيه كاسكيد اوف ايفنتس بتحصل جوه الخليه، تغيرات بتحصل جوه الخليه، بقول عليها ترانسدكشن، بقول عليها انترا سيلولا سيجنالينج تشينجز. وصلنا في الاخر ان غيرنا في وظيفه الخليه، مش غيرناها كانت بتصنع بروتين بدات تصنع فات، لا قصده زود عدل او اتحكم في وظيفه الخليه، يزود يقلل وهكذا. يعني على سبيل المثال يديني ريسبونس بقى اللي هو ممكن يكون ايه؟ يطلع لي ميتابوليك انزيم ينشطه فيالتر ذا ميتابوليزم، يغير في الميتابوليزم، يعمل ريجوليشن لجين فيطلع لي سيرتن ايه؟ جين اكسبريشن وبروتينات مختلفه. ممكن يشتغل على السيتوسكيليتون اللي هو السيتوسكيليتال بروتين فيغير في السيل ايه؟ شيب اند موفمنت. يبقى الخلاصه لما اجي اتكلم على ستيجز اوف سيل سيجنالينج، في حاجه اسمها ريسبشن، حاجه اسمها ترانسدكشن، حاجه اسمها ايه؟ ريسبونس. ناخد بريك 10 دقايق كده يا جماعه ونكمل.